نتواصل أيها الحفل الكريم ويتجدد اللقاء بحضراتكم وبمسامعكم استمرارية في أشواط اللقايا في مساء هذا اليوم مستمرة وانطلاقات رائعة وجميلة. أحد الأشواط وهو الخامس عشر في ترتيب أشواط اللقايا في مساء هذا اليوم ينطلق ليحمل في الأبكار المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل الذي توافدت على ميدان المرموم على تحفة الميادين لتنطلق بهذه الاندفاعات وهذه الشعارات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط بعد بداية الانطلاق والسيطرة باينة من البداية مع الأهباب راشد بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الأول أم بعد المسافة بينها وبين المشاركات بعد بداية الانطلاق تليها في المركز الثاني وتاتينا شواهين يمع بن عبيد بن محمد الراشدي الذي يقدم شواهين على الثانية المراكز بينما المركز الثالث تتقدم في غزوة أحياب بن مطر بن حاذة الاكتبي على المركز الثالث بينما المركز الرابع روعة تاتي في المركز الرابع وعبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على رابع المراكز والمركز الخامس خامس المراكز الكاسبية محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي على المركز الخامس وسادس المراكز تتقدم في المركز السادس فالراعة تعود ملكيتها الخانم بن منصور بن غانم الخيارين على المركز السادس وسابع المراكز تدخلت في هذه اللحظات الضبية وناصر بن راشد بن سعيد اليابري بينما المركز الثامن ثامن المراكز أشوف الدخول في هذه اللحظة من بداية وعبد الله بن سعيد بن يمعة النابود هذا الشعار الذي ظاهر بقوة ومندفع بقوة في هذا الموسم. أشكرك يا النابود على هذه الانطلاقات وهذه الشعارات والشعار الأهلاوي الجميل والرائع. المركز العاشر في هذه اللحظات عاشر المراكز تتقدم في هذه مطفية ومسلم بن سالم بن مبارك الراشدي. هذه النتيجة للعشر المراكز هذه النتيجة في النداء الأول ولكن خلف العشر المراكز ياما من الأسماء مدفونة في هذا الكم الهائل مدفونة في هذا السيل وفي هذه المنافسات وفي هذه التحدي الجميلة والرائعة. سيارة هذا الشوط زعفراني هذا الشوط ناموس هذا الشوط أمنية كل المشاركين ولكن الفوز مشاهدينا الأعزاء يا السلام جميل ورائع في المرموم ونحن نتابع المراكز الأولى. لا زال الرميثي الأقرب الرميثي ولكن شوف بدأ انخطاف المركز الأول غيرت شواهين يمع بن عبيد بن محمد الراشدي وأهالي مغافة يتابعون. يا الراشدي ركز يا أبو يمع ركز في مساري هذا الشوط بينما المركز الثاني وثاني المراكز تاتي في روعة عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على المركز الثاني والمركز الثالث التقدم بدأ ثالث المراكز تقدمت في هذه اللحظة في الراعة غانم بن منصور بن غانم الخيارين على المركز الثالث والمركز الرابع. شوف الوصول من شوق راشد بن خليفة بن راشد المهيري انطلقت على المركز الرابع والمركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات وتواجدتنا مشاهدينا الأعزاء هي بداية عبد الله بن سعيد بن يمعه النابودة قدم بداية ووصل الرميثي تقلقل في معمعة هذا الشوط انطلق مع هذا الشوط الرميثي مقدم لنا زعفران سعيد بن مطر الرميثي. الله يا الأسماء الشعارات متقاربة وهذا دليل دائما على التنافس وهنا التركيز يبال متابعة مشاهدين العزاء والمسايرة لها دور. الانطلاقات جميلة يا سلام انحنى الميدان اتجهنا مباشرة الكيلو المتر الأخير قربنا سعيد بن مطر الرميثي غير مشاهدي الأعزاء إلى المقدمة مع زعفران ولكن النابو
نابوده يا نابوده. انطلقت مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي بداية في نهاية هذا الشوط. انطلقت كأنها في البداية من السرعة. الله 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 الله. عبد الله بن سعيد بن يمعه النابوده الشعار الأهلاوي الجميل والرائع الخادم إلى عالم الأصالة. ترقبوا منه المزيد والمزيد من الإنجازات والتحديات، ولكن روعة 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 غيرت إلى مقدمة الشوط. يا سلام عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري، ولكن هناك الدخول مع الرميثي سعيد بن مطر الرميثي مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه التحديات وهذه الانطلاقات، ولكن لا زالت روعة، لا زالت في المركز الأول عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري، ولكن سعيد بن مطر الرميثي من الجانب الآخر بهذا الاندفاع والأمتار الأخيرة ما بين الرميثي وما بين الظاهري، ولكن خلاص بن تريس الظاهري ظهر الظاهري في الأمتار الأخيرة بالسيارة بالزعفران ليحمل السلامات العناوية. روعة تهانينا عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على انتزاع الناموس، بداية في المركز الثاني، وعبد الله بن سعيد بن يمعة النابوده المركز الثالث. وصلت في ثالث المراكز اللي هي فراعة لغانم بن منصور بن غانم الخيارين، والمركز الرابع مشاهدي الأعزاء اللي هي زعفران سعيد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس وصلت فيه المتحدة لعلي بن سالم بن محمد الدعية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام على شاشة دبي ريسنج في هذه التحديات وهذه الانطلاقات وهذه الأداء الجميل في ميدان المرموم تحفة الميادين مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن هنا نعود مع روعة وانطلاقتها وتحدياتها. هذا مخرجنا ياخذ لقطة لروعة وتوقيتها الزمني، قطعت المسافة 7:44 بالوفاة. تمام، تهانينا لمالكها وهو عبد الله بن سعيد بن تريس الظاهري على انتزاع ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني ثاني المراكز بداية قدمت أداء جميل مشاهدينا متابعين الكرام، وعبد الله بن سعيد بن يمع النابودة قطعت المسافة في 7:45 45 بالوفاء والتمام في هذا الانطلاق. تهانينا لعبد الله بن سعيد بن يمع النابودة. بينما المركز الثالث كانت فراعة كذلك مع غانم بن منصور بن غانم الخيارين، توقيتها الزمني 7:45 8 من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.